أنت ابتديت تتكلم عن المولود أعمى والتلاميذ سألوا يا سيد من أخطأ هذا أم أبواه حيث أنه ولد أعمى. فأنت قلت هنا في نقطة أوكي تمام. في سطر جديد بيبتدي حلو قوي. المسيح بيقول لا هذا أخطأ ولا أبواه ولا أبواه لكن لكن لتظهر زي ما كمان في يوحنا 11 لما بقول هذا المرض ليس للموت ولكن ليتمجد ابن الله فيه. وده يا أسيس نزار أنا برضو قناعتي إن بقول الله ليس المسؤول عن المرض. ما عرفش حضرتك قريت الكتاب اللي كاتبه إخوان رياس بعنوان لا أؤمن بهذا الإله. قال لا أؤمن بإله يجيب للإنسان الكانسر، لا أؤمن بإله يتسبب في كذا وكذا وكذا وجاب الشرور كلها. المهم اللي عايز أرجع له إن الله ليس المتسبب، لكن الله في نعمته وحكمته الغير عادية يستطيع أن يحول الشر إلى خير ويستخدم الألم إلى بركة للإنسان إلى بركة للإنسان. صدقني في كل اللي لاحظته حتى في خبرة الرعوية أقول يا رب أنت عظيم أنت عظيم. يعني الله بيتمجد في ألمنا. تقول يا رب أنت عظيم، أنت سامش، أنت اللي جبت الأزمة دي أو المرض ده، لكن أنت لكن لأن فيليب يانسي قال جملة ما معناه أني الألم في بعض الناس بتتقسى وتتحجر وبعض الناس بتلين وبتقبل وبتبقى طيعة جدا. أنا شفت ناس يعني ما أقدرش أقول إن كل خبرة ألم خلت الإنسان بقى أفضل. أنا شفت ناس، أنا بتكلم بمنطقية جديدة جدا، في ناس جالهم كانسر أنا شفتهم ووصلوا إلى الإلحاد وكل اللي سألوه حتى النهاردة معظم الملحدين واحد من أهم الأسباب هو ليه الرب يسمح بالألم. وكان مين اللي كان بيقول محدش يقعد جنب سرير فيه طفل بيعاني من الكانسر ويؤمن بوجود إله. أظن راسل يعني. المهم لكن أنا بقول إن في ناس بقى في وسط الألم قد إيه الألم عمل في حياتها فرق غير عادي وبركة غير عادية. يعني أنا عايز أقول لكل إنسان مريض لو الرب سمح أن أنت تجتاز في خبرة ألم في تجربة مرض أيا كان نوع المرض عايز أقول أول حاجة مش الله اللي جايب لك المرض ده. المرض ده جاي نتيجة ظروف وأسباب أخرى لكن ثبت عينك على ربنا وهتشوف إزاي الرب يطلع من الأزمة دي أعظم بركة. واحنا قبل الاجتماع قبل الحلقة كنا بنتكلم لما في هوشع يقول وأعطيكم وادي عخور بابا للرجاء. وادي عخور مش ده الوادي اللي ترجم فيه عخان ابن كرمي؟ مش ده وادي الهزيمة؟ مش ده وادي الخيانة؟ مش ده وادي الموت؟ لكن الرب بيحول ده إلى بركة غير عادية. صدقني يا أسيس نزار وأقول ده لكل مشاهد بيشوفني دلوقتي، مهما كان مرضك مهما كان أزمتك مهما كان تجربتك ثبت عينيك على ربنا وشوف إزاي هتقول بصدق زي ما قال الرب البولس قوتي في الضعف تكمل